يعرف أنه المسألة ليست تلقي أو المسألة ليست إرسال معلومة للقارئ. اليوم صارت المسألة متكاملة، يعني الجد كان يعلم الأب والأب كان يقولون أب الجد كان يعلم الجد ثم الجد يعلم الأب ثم الأب يعلم الابن، لكن الآن في العصر الحالي صار الابن يعلم الأب، يعني العملية مرتدة. صحيح. في التأليف نفس الشيء، يجب أن يكون القارئ أو المتلقي هو مشارك في بناء المادة. وأعتقد أن هذا هو النشر القادم، ولذلك معظم المؤلفين الناجحين عندنا سواء في العالم الغربي أو في العالم العربي حتى، من يشارك القارئ همومه ومن يشارك القارئ آراءه ومنتجاته تكون مادته أجود وأكثر متانة وأكثر ثراء. وأكبر دليل على هذا المدونات العربية الآن أقوى تأثيرا من الكتب. صحيح. وأقوى قراءة من الكتب. ليش؟ هل التفاعل ولا المحتوى؟ الاثنين مع بعض، المحتوى جيد، المحتوى جيد، ما في رقابة على المحتوى، الكرياتيف صارت أعلى، وأيضا مشاركة المتلقي، مشاركته للقارئ للمؤلف أو للكاتب حسنت جودة الكاتب، صارت ترتفع. صحيح. حسه في الكتابة صار مرتفع، لا يستطيع أن ينشر أي شيء. مستوى النقد، احنا حضرنا ندوة قبل يومين كان دكتور عبد الله أحد المشاركين فيها وتكلم عن الرقابة الذاتية. الرقابة الذاتية خلقت عندنا مؤلفين أجود أكثر متانة. قبل ما يخرج أي كتاب يعرف ردة الفعل كيف سوف تكون، يبني شغله على أساسه. ولذلك هو يبقى بالتأكيد الكلام هذا بجزء الدكتور عبد الله يعني. ايه. في النهاية يعني. ولذلك شف فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هناك كتب وهناك محتوى عاش 200 300 400 600 سنة، وهناك محتوى يطبع ويروح للمستودع. أنا أعتقد في المستقبل، ولك كلمة جميلة قبل ما نطلع على الهواء في عقلية تغيير آليتنا في معارض الكتاب عن الألف. دكتور الكلام اللي قاله أستاذ محمد كان يروق لك كثير. أنا والله أنا مستمتع جدا بوجودي بين هالكوكبتين، يعني رأيتين صراحة طرح جميل وخلاق يواكب الطفرة الحالية. أنا ودي أعلق على نقطة مهمة، في كثير يعني يتداول حاليا أنه ما هناك نشر ولكن لا يوجد قراء، هناك من يشتري ولكن هناك لا يقرأ. لكن شخصيا زي ما تفضل أستاذ محمد، السنتين الأخيرتين يعني كانت انقلاب في النشر وانقلاب عند المتلقي. لاحظنا أيضا ازدياد عدد حلقات النقاش في الجامعات والمدارس، هذا دليل أنه يقرؤون. الجودريدز الموقع المراجعات النقدية للكتب وتقييمها يشهد يوميا انضمام آلاف مؤلفة من القراء الذين يعني يتركون أثرهم، يتركون طباعاتهم عن الكتب هناك. فهذا يعكس انه في وجود قارئ. بالعكس القارئ هذا وجوده الآن مكثف ومؤثر لانه صار يسوق الكتب، أثر دوره أكثر. بعض القراء يثقون فيهم القراء زملائهم أكثر من المؤلفين نفسهم، يعني يعتقدون أن رأيهم صواب بشكل كبير، ونلاحظ من خلال تعليقات الناس على تعليقاتهم. فهذه ظاهرة كبيرة، يعني نلاحظ الآن حتى بعض المؤلفين يكون علاقات مع بعض المعلقين أو المراجعين، لأنه إذا كسب هذا الصداقة أو كسب هذا التقدير سيضمن عدد مقروئية كبير وهائل. صحيح. حاجة عظيمة. في أكثر من نقطة، في نقطة ودي أشير لها وأشر لها الزملاء بإسهاب، صراحة أنا سحرني الحديث ويجرني الحديث مهم. أنا أعتبر الشبكات الاجتماعية زي ما تفضل أبو عبد الله ورشة عمل الكاتب، يشوف من خلال ما يطرح العمل الجيد، يعني تعتبر مثلا التغريدة نواة لمشروع معين. إذا رأى من خلال التفاعل وحجم إعادة تدوير التغريدة كبير وهائل، فمعناها هذه ممكن تستثمر، تحول من تغريدة إلى مقالة، من مقالة إلى كتاب. فهنا لابد أن نستثمر هذا الشيء. يعني للأسف بعض الزملاء وأحبه لا يستثمرون نجاحهم في الشبكات الاجتماعية، يعتبر زي الأركايف فقط، أرشيف. ولكن المؤلف الناجح اللي استثمر شاف صدى ما ينتجه، العمل الجيد يتضخم ويتفاقم ويصبح منتج كبير. هذا ما يخلي لياقة الكاتب مع تفاعله مع مواقع التواصل الاجتماعي تضعف؟ طبعا هي في سلاح ذو حدين. تشومسكي يقول هو عنده وجهة نظر حادة ونيجاتيف على هذا، يقول انه تقلل من المقروء، يعني من حجم ما يقرأ الانسان. ولكن يتكلم تشومسكي عن امريكا، عن دول اوروبا، ولكن احنا في السعودية والدول العربية حقيقة اصلا ما عندنا قراء، يعني ما عندنا قراء. فاذا قرأ النظر اليسير فهذا مؤشر طيب.
يعني وجود أندية قراءة أنا شخصياً ككاتب مؤلف وزملائي أيضاً تجينا معدل يومياً دعوات للمشاركة في أندية قراءة في جيزان وتبوك والرياض والدمام في مدن مختلفة في حراك وأنت أنا دعيت أكثر من مكان سواء عن طريق إلكترونيك سواء يعني بسكايب أو غيرها وجدت ناس تقرأ بنهم احيانا تذكر تفاصيل انا نسيتها كمؤلف فهذا يعكس وجود قارئ ولكن لا نظلم احنا القارئ بل يعني نعزز الرغبه والشغف هذه من خلال طرح ما يليق فيه وتكون هذه الكتب الخفيفه مقبله لكتب لان بعض الكتب العريقه ممكن ابو عبد الله يجي يعني وبعض الكتب الثقيله ابو عبد الله يقدر يجاوب عنها صار كانت لها 20 سنه 30 سنه من نشرت وصار عليها اقبال الان مفاجئ من خلال الحراك هذا الشعبي فهذا دلالة أنه الكتب هذه الخفيفة كانت زي مقبلات فاتحة شهية الكتب الكبيرة أيضا سعد عبد الرحمن أشار نقطة عظيمة كل حقيقة نقاط جميلة أشار النقطة ثمينة ورئيسية قضية أنه التسويق تسويق المنتج الكاتب قبل ما يطرح كتاب لابد يقدم نفسه ككاتب ناجح يكون ما يمكن انك تطرح كتاب فجاه كذا في معرض كتاب لقينا لك كتاب لن لا اتوقع انه يكتب له نجاح لابد ان يثق فيك القارئ لابد تكون علاقه بينك وبين القارئ اذا كونت هذه العلاقه سيجي القارئ لك وحده وزرافه سيحضرون توقيعك سيطالبون تصويرك سيطالبون سيقرؤون كتابك بنهم وشغف فانا اعتقد انه الان اختلف عمليه الكتاب سابقا كان المؤلف يطرح الكتاب وينتظر رده فعل الناس جميل. الان لا رده فعل واضحه ملموسه يبغى لك تستثمر هذا الشيء ايضا نقطه مهمه ودي اشير لها في ناس عندهم وجهه نظر مخالفه بخصوص اعاده تدوير المنتج اقصد انه في ناس عندها تحفظ على إعادة إنتاج بعض المواد اللي أنتجت سابقا في شبكات اجتماعية أنا أختلف تماما نجيب محفوظ الكاتب العظيم اللي حاز على جائزة نوبل أعلى جائزة في الأدب كتاب أولاد حارتنا رواية أولاد حارتنا طرحها على سلسلة في الأهرام لم هذه كانت وجودها في الأهرام وصدى الناس وقراءتهم لها وتجاوبهم مع ما كتب أثرى المنتج النهائي فأنا أعتقد بالعكس كان إرث يعني كان إرث نعم يعني أنا ضد إنه كنا نأخذ موقف متطرف ضد المنتج الموجود بالعكس أحيانا ممكن طرحه سابقا يخليك تصقله وتطوره أكثر كيف تقيم المرحلة القادمة؟ أول شيء محمد قبل إجابة على سؤالك أنا اليوم أمثل القراء وخلونا نكون كتلتين حتى في الأخير نتفق على تكتل واحد صحيح. وأنتم تمثلون المؤلفين والنشر إيه نعم أنا القارئ حقيقة أتوافق معكم فيما تقولون هذا الجيل أفضل جيل قارئ يمر تقريبا خلينا نقول من 30 سنة الأخيرة على مستوى المنطقة العربية كقراء سبب تسمية شركة فريق المحتوى العربي بدأ من مشكلة حقيقة كان عندي فضول وبحثت في موضوع المحتوى العربي المعرفي الرقمي الموجود في الانترنت حقيقة أنا صعقت في الأرقام وبالتالي هذه دليل آخر أقدمه لكم لعلكم حقيقة تنقضون موقف المؤلفين والناشرين إذا كان هناك وقت قادم المحتوى العربي في الانترنت يشكل أقل من نسبة 1% من كامل المحتوى المعرفي الموجود في الانترنت في الانترنت كامل من نسبة ضئيلة جدا يمثل 1% المين 312 مليون نسمة يتحدثون اللغة العربية الأم اللغة الكتالونية مقاطعة كتالونيا تشكل 10 مليون نسمة لديها 4% من المحتوى الكتالوني في الانترنت عدد مقالات ويكيبيديا باللغة الإنجليزية أكثر من 153 مليون مقال عدد مقالات اللغة العربية لا يتجاوز 135 ألف مقال هذه أرقام مهولة حقيقة العالم تستطيع أن تقيس الناس وثقافاتهم اليوم شوف أداة القياس الوحيدة والحقيقية اليوم هي الانترنت لا توجد أداة قياس أخرى حقيقة سريعة أيضا سريعة وتستطيع أن تحصل على نتائجها بشكل متزايد بشكل متسارع وبشكل فوري هذه الأرقام وهذا التحدي الذي وضع على المحتوى العربي جعلنا حقيقة اليوم إحنا داخلين بشراكات متشرف فيها مع أبي كان نشر مع عدد من المؤلفين في نشر المحتوى قبل المؤلف اليوم إحنا عندنا خطين أول خط الأول هو الاتفاقية مع المؤلفين في نشر محتواهم على في الإنترنت بكل الأشكال وبكل الطرق الحديثة والمتطورة واللي توصل للناس بشكل جيد قولبة المحتوى الطريقة الثانية بدأت تعتمد في أوروبا اليوم أنا شفت مقطع كريستيانو رونالدو لاعب كرة قدم قد لا يحمل ثقافة كبيرة لكنه يسوق
لمعلومات معرفية خاصة باللغة الإنجليزية. تعاقد مع أحد الشركات الكبرى على مستوى العالم. فعندنا الطريقة الأخرى هو تسويق المحتوى عن الشخصيات المشهورة التي تملك أرقام كبيرة على مستوى التواصل الاجتماعي، لأن تواجد أرقام وشخصية تستطيع أن تسوق فيها ما تشاء. نعم. أصبحت مثل الشاشة التلفزيونية الكبيرة والعملاقة اللي أنت تستطيع أن تسوق فيها منتجك وتسوق. اليوم الصراع الحقيقي في نشر المحتوى هو تكاتف الجميع على هدف واحد اللي هو المحتوى العربي. إذا أصبح لدينا هدف قومي، طبيعة العرب متكاتلين متكتلين دائما، يكون التكتل والتكاتل القومية والعرقية تنتشر دائما فيهم بحكم الشجاعة الموجودة. أنا أقول إنه إذا في هدف يستحق حقيقة أن ينطلق لهدف المعرفة العربية، المحتوى العربي، على كل مؤلف وكل ناشر حقيقة أن يساهم في رفع هذه النسبة اللي حقيقة تخجلنا أمام العالم أجمع. ما أدري توافقون الرأي، إذا إحنا اليوم ما استطعنا بهذه الثورة الاجتماعية الكبيرة، بهذا العدد الكبير من الاطلاع، وبهذه المساحة الواسعة من طرح الرأي المعرفي، إذا ما ارتفعت الأعداد في هذه السنوات أعتقد أننا نحتاج إلى وقت طويل جدا. جميل، الله يعطيك العافية. بقي لكل ضيف من ضيوفي دقيقة نختم فيها ندوتنا هذا المساء. أبدأ من عندك أستاذ محمد. النقطة الأولى فيما يتعلق بمشاركة المؤلف في الإنتاج بمشاركة القارئ بالإنتاج مع المؤلف. في كتاب اسمه ثروة الشبكات. المؤلف لما ألف الكتاب، هو مؤلف أمريكي، رفعوا على الإنترنت مجانا، جلس حوالي سنة مرفوع مجانا، جالوا على الكتاب 6000 تعليق. وفي مقدمة الكتاب يقول أنا استفدت من 300 تعليق وأضفتها في الكتاب، فأضاف على الكتاب 100 صفحة من تعليقات القراء، وبعدين طبع الكتاب. أتمنى من المؤلفين العرب أو المبدعين أو الكتاب أو سمهم ما شئت، أن يشارك القارئ، يشارك القارئ في عملية الفيدباك. الفيدباك هذا مهم جدا، اللي هو التغذية الراجعة، مهمة جدا، تثري القارئ وتساعده على تكوين مجتمع قادر على النقد، قادر على رفع مستوى الثقافة، وأيضا رفع مستوى المؤلف، أنه يرتقي، هم يرتقون فيه وهو يرتقي فيهم. صحيح. يعني المسألة لم تعد معلم وطلاب، لم تسم مؤلف وقارئ. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يتعلق بنوعية المحتوى. أخوي عبد الرحمن ودكتور عبد الله ذكروا على مسألة نوعية المحتوى. اليوم حتى وإن كانت نسب المحتوى قليلة، إلى أنه المشكلة الأخرى اللي هي نوعية المحتوى. يعني إضافة على أنه أساساً المحتوى قليل، نوعية المحتوى أيضاً لما تحللها تلقى معظمها تشاتينج ومعظمها تراسلات مكررة. إذا فلترت المحتوى هذا اللي هو أساساً قليل تجده قليل. ولكن أنا دائماً طبيعتي لا أحب جلد الذات كثيراً، ولا أحب أننا ننتقد أنفسنا كثيراً. عندنا مجتمع قارئ، وعندنا مجتمع مثقف، عندنا كتاب على مستوى عالي، عندنا مدونات والله العظيم هائلة في مستوى المعلومات اللي فيها. والله المدونات اللي موجودة العربية الآن تنتج منها دور نشر تغطي معارض كتب وليس معرض كتاب، ولكن كيف تقلل بها المنتج؟ النقطة الأخيرة فيما يتعلق بطرق إنتاج المنتج، أنا أثني على كلام الدكتور عبد الله وأقول إن الكتاب من يثريه ليس بالضرورة يكون كتابا قديما أنه لا يصلح. كثير من الكتب القديمة الآن لو يعاد إنتاجها بطرق جديدة صدقني سوف تطغى على كثير من الكتب الجديدة. صحيح صحيح. دكتور عبد الله كلمة الأخيرة في دقيقة أنا بنتلي. أنا أيضا ودي أشير موضوع دور النشر. دور النشر لها مسؤولية كبيرة في الوطن العربي. قضية إحنا نشوف في الدول الغربية إنه دار النشر لا تستلم فقط مادة خام وتعيد صياغتها وتحريرها ولغويا وملائيا، لا، تساعد المحرر في إديترز موجودين. صحيح. يساعدون يأخذون الفكرة فقط. صحيح. الكونسبت من الشخص يقول له تعال احنا نكتب لك كتاب نساعدك فيه. هذه مهمة عظيمة، لأنه مش كل شخص يجيد الكتابة. صحيح. أو يجيد الكتابة المغرية الجذابة القادمة كمهارة. نعم. يعني شوف حتى أعظم السياسيين في العالم بيل كلينتون وغيرهم، نشوف كتبهم في إديترز كانوا مساعدينهم في الكتابة. ستيف جوبز كتابه كان مؤلف شخص آخر جلس معه رافقه فترة طويلة عشان يرصد ويكتب مادة جذابة ومغرية للقارئ. هذه
نفتقدها جدا. يعني احنا الان عندنا امام مشاهد متحركه ومشاهد مثيره ثقافيا تحتاج فقط الى من يلتقطها. مثلا عندي شخص جاذب او سيره شخص عظيم، ولكن للاسف هذا الشخص لا يجد مهاره كتابه. دار النشر اعتقد من اولوياتها انها تبحث عن هذا الشخص، تقنع هذا الشخص، ويوجد محرر متمكن يحول هذه الماده الى ماده مقروءه متميزه. طبعا تتحول في الاعلام الرقمي او في الزمن الراهن الان الى ماده مرنه وسهله تقدر تنتقل في اي وسيله. جميل. استاذ عثمان اختم معك، باقي معي دقيقه في ختام البرنامج. انا اشكر اول شيء استضافتكم. عندي ثلاث نقاط بشكل سريع. النقطه الاولى موضوع الكتب التفاعليه، زي ما ذكر الاستاذ محمد، الكتب التفاعليه اليوم هي الاكثر نجاحا حقيقه في وصول الجمهور. احنا عندنا تجربه مع فضيله الشيخ الدكتور عادل القرني في شركه فريق المحتوى العربي، كتاب تفاعلي مع الجمهور، هي كان ماده خام قليله، تفاعل فيها الجمهور بالاسئله، بالتفاعل، بالعمل، بالتواصل، بالتصميم، بالتصويت، بالتسويق. عدد المشاهدات الى اليوم كان مجاني، عدد المشاهدات اليوم اكثر من 23 مليون مشاهده. المشاركين في 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 تاليف الكتاب كان وصلوا الى 21 ألف قبل التصفيه واخذ المشاركات النخبويه. الموضوع الثاني احب حقيقه ان اعلن نيابه عن الاستاذ محمد الفريح وشركه البيكان للنشر بالتعاون مع شركه فريق المحتوى العربي. اطلقنا مبادره حقيقه اسمها هاشتاج تغريدتي معرفه، واسم تغريدتي معرفه، ان شاء الله جميع المؤلفين بيشاركونا فيها. فكرتها انه خلال سنه كامله هذا الهاشتاج يصير فيه كتابه في المعرفه، تغريدات في المعرفه، نرفع مستوى والتغذيه راجعه من الجمهور حول اي موضوع معرفي يمكن يشاركون فيه وافكارهم متعلقه. النقطه الاخيره اذا تسمح لي